لم تختفي هذه الصور من أزقة وشوارع ذي قان منذ سنين. إذ تعاني منطقة الأسكان الواقعة شرق الناصرية من تردي البنى التحتية، ما خلف تراكما للنفايات وانسدادا لأفواه المجاري الذي سبب تذمرا كبيرا من قبل الأهالي. تأكل حتى بيوت طاحت عندنا، ناس بانير طين وبانير طاحت البيوت، زين مطرة ثقيلة والبيوت هي أساسا القاع راخية، لأن القاع يصعد عليها من هاي المجاري وهاي طافحة دوم. شنو يفضل؟ ذول الجهال تشوف الله وكيلك يصبح من الصبح تكسر خاطر يصير البشي عليه من الصبح طامس بالطين زين منا الجو مو زين والوضعيه تعبانه تشوفونها واحنا ناس فقره. لا توجد فيها شبكه لتصريف مياه الامطار، حيث المنازل غمرتها قسم من المنازل غمرت بمياه الامطار كون يعني لا توجد شبكه لهذه المنطقه. تظاهرات الأهالي ومناشداتهم للحكومة المحلية إذ شكلت الأخيرة خلية أزمة لتقديم الخدمات والاستنفار لمواجهة موسم الأمطار الذي شهدت فيه ذي قار في أول زخة مطر غرقا للشوارع وتكوين برك مائية داخل الأحياء الشعبية. تم إعداد خطة لمواجهة موسم الأمطار الحالي، كلفت مديرية بلدية الناصرية في حال سقوط الأمطار ستكون مهمة بلدية الناصرية للتعاون مع المجاري في صوب الشامية، قاطع الشامية سيكون من مسؤولية بلدية الناصرية. مع تردي الخدمات وتشكيل خلية أزمة لإسعاف المواطنين الغارقين في أول زخات المطر، يبقى الحال كما هو عليه في ذي قار منذ أكثر من 10 سنوات. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.